لك ان الدوله ماشيه في خطه اصلاح الاقتصادي من جيب المواطن، شنو رايك؟ لا المواطن يزي ما نحاولوا جيبوا فائض منقوبوا جيبوا منقوبوا تو فهمتني؟ شنو باش تقام تنحي له المواطن؟ ندوروا الاصلاح ديما المواطن المواطن سيترو كمان ما لقاو ما وصلوا بها البلاد الا تو باش ينطفونها احنا نورمالمون الاقتصاد راهم هما حكومه وانتخبها انتخب المجلس النواب الشعب وهما جابوا الحكومه وهو من الاصل النظام السياسي كله غلط من الاول النظام السياسي من الاول غلط احنا انتخبنا مجلس النواب عليه ومش يسميهم نواب الشعب ولا لا بالنورمال ما باش يجيبوا لنا الناس يصلحوا البلاد سوا ديزون هما اللي كانت النظام البايت قبل كان فهزت البلاد انت بك تصلحها ولا جابوا جماعه مش باش يصلحوا البلاد باش يصلحوا مكاتبهم هما ما يجيش اخي شكون طيحوا الاقتصاد طيحوا المواطنه انت مو طيحوا هما انت مو هذا ياكل في هذا وهذا يضرب في هذا وهذا يحبها ما يحبش هذا وهذا ويتعاركوا بعضهم لان طاح الاقتصاد ايه المواطن شنو ذنبه المواطن يزيدوا يكملوا يقتلوه جملة ولا يخرج من البلاد جملة خليه يقعدوا فيهم نحكيوا على رفع الدعم المواطن مازال ينجم يعيش ما ينجمش يعيش المواطن تو بالدعم ومش عايش خلي باش ترفع له الدعم قداش تولي الخبزة وقداش يولي السكر وديجا غلى وقداش يولي البنزين وقداش يولي لا هو من غير ما ترفع عليه الدعم مش عايش خلي يزيد يرفع عليه الدعم تي مش معقول هذا تي هو تي هو اللي يخلص زوز ملايين ما عادش عايش من القدا خلي تزيد يرفعوا الدعم على اللي يخلص 350 دينار تو معقول هذا ماهوش حل هذا رفع الدعم ترفع المواد الأساسية لازم الزيادات هاك تشوف فيها الماء الضوء السكر يزيدوا في العام أربع مرات زيادة بالشوية المواطن ما عادش خالط راه ما عادش خالط تي تو اللي تحت ثلاثة وأربعة في العائلة يخلص زوز ملايين تلقى عنده أربعة بطالة في الدار متخرجين بشهيدهم عليا تقول لي يرفعوا الدعم يرفعوا الدعم ولا ما يرفعوش كيف المواطن ماهوش عايش اليوم نحكيو على المواطن التونسي اللي استغنى على اللحم استغنى على الغلة ما عادش واكل حد شيء وفي المقابل نستناو في رفع الدعم على جملة من المواد الأخرى الأساسية المواطن اللي شهريته 300 و400 و500 دينار كيفاش ينجم يقاوم الغلاء هذا الكل؟ ما نجم يقاوم شيء يرفع يديه للسماء يقول يا ربي ارحمنا باش باش يقاوم حسب رأيك أنت راشد مش 300 و400 و500 ومليون ومليون ونص وزوز ملايين شو قاعدين يزيدوا في الأسعار بشوية 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 مش رفع الدعم، الدعم حقه عملوا له حل من سنوات التالي من سنة مش جيتوا رسم من برا ياخذ الباقات ب 190 أنا ناخذها ب 190 الوزير ياخذها ب 190 الوتيل ياخذها ب 190 ما تجيش وتوا يحب لهم توا سنوات احنا ما تجيش نقولوا لهم زاد بين عشية وضحاها تصلحوا يلزمنا زاد احنا نصبروا إذا نلقاو واحد نيته صافية وباش يصلح البلاد مرحبا بي أنا واحد من الناس نصبر هاني نعاني عندي زوز بطال أنا في الدار عندي طفلة باك بلوس 6 تصور اختي تخرجت 2004 توا بطالة وعمرها 42 سنة بني باش تاخذ راجل احنا قبل كي خذينا أمي تجي تقول لي هاي بنت فلان جيبها ما ريتش حتى وجه تو إذا ما تعملش فريكونتاسيون ما تنجمش تاخذ راجل هي قاعدة في الدار وبجي يدق عليها الدار ولا بطلع مستح تشوف انت في المواطن ياكل حشاك بالزبله فهمتني تحبوا يخلطوا تشوف المرشي فارغ شكون يشري في الغله حتى حد شكون يشري في الحوت برا شوف مرشي الحوت فماش حبيت تتفرج بعينيها وتروح نجمو نصلحوا اقتصاد بالوضعيه هذه؟ لا تحبلوا برشا الاقتصاد تاعنا فهمتني ثم روس اذا ما تتبدل وفما قوانين اذا ما تتغير وفما برشا امور مش هكاك معناتها باش في ليله ونهار باش نغمضوا عين حلوا عين نلقاو الحلول. حلول صعيبة ياسر. سي المواطن شنو ذنبه في الاقتصاد المنهار؟ المواطن جابها الروح. جابها الروح وما ما نقولكش السبب شنو ما جابها الروح المواطن. خاطر نبدا لك بالاختيارات الانتخابية. اختياراته كلها غالطة. هواوي التونسي.
المواطن التونسي هواوي، فهمتي؟ عجبوا الوجه هذاك ينتخبوا، ما عجبوش الوجه هذاك ما ينتخبوش، ما يخممش مصلحه البلاد، ما يخممش. لا بصراحه مانيش تاع انتخابات، علاش نقلبوا على رواحنا؟ احنا الدوله مانيش تاع انتخابات. علاش ما فماش حلول اخرى باش نصلحوا الاقتصاد نتاعنا؟ فماش، فماش حلول. شعب كركار، شعب يحبش يخدم، شعب تدخل الادارات تلقاها فارغه، فهمتي؟ العشره نتاع الصباح الدنيا مازالت مسكره، تاكسي يختار في الكليونات نتاعو، فهمتي؟ ليه؟ العقليه مش ولا بد. علاش ما فهموش في حلول اخرى كما الاستثمار، كما الناس المتهربه من دفع الضرائب يخلصوا؟ ما يخلصوش هذوك، ما ينجموهمش، ما ينجموهمش، خاطر قاعدين يمولوا فيهم. يقول له عندك مليار يدفع 500 مليون ويخرج منها، ما يدفعش. الضرائب والجبايه كان على المواطن، تو قاعد يخلص فيها كهو، ما عادش يخلص. الاخرين اللي متهربين من الضرائب ولا ما يخلصوش. يظهر لي اقوى ضريبه دفعها المواطن التونسي هي شهريته، هي قوته اليومي. في شهريته هو اول حاجه يقصوا له منها، وفما كل البورسنتاج 3% قاعدين زاد يقصوا له منها. ايش بقالوا فيها الشهريه؟ ايش بقالوا فيها؟ انت هاك تشوف الغلاء المعيشه، غلاء المعيشه والواحد اش خالت المواطن. قالوا رفع الدعم، تي يرفعوا الدعم ولا ما يرفعوش كيف كيف. تو استوت، تو عند المواطن استوى كل شيء، ما عادش عنده امل. نهار ياكل ونهار يبات بلاش، وهو يمشي. ثم ناس ماهيش عايشه، راهي يشوف هاك تشوفه دور دور ويروح، لا يخلط على الحم، لا يخلط على حوت، لا يخلط حتى على شيء. في البداية شكون المسؤول على الانهيار الاقتصادي مسيو؟ البداية من 2011 لتوا هما المسؤولين، اللي تداولوا على الحكم هما المسؤولين. أنت ما قلت عهد البيت شد 23 سنة وبورقيبة شد 25؟ إيه؟ ها شوفوا في العالم، شديت امشي على روحك، خلي غيرك. أخي البلاد تونس ما فيهاش، هاو نسمعوا مهندسين. آخر مرة المهندسة اللي صنع على شو اسمها تو نسيتني، الواحدة اللي باش يصدرها لأمريكا أكبر درشان، والله نسيت تو. ها أنتم جيتوا بتصلحوا البلاد، أنتم المسؤولين، الشعب شو المسؤول؟ تو أنا كي نجي يقول لي هذا الكيلو بلفين ناخذه ولا شو؟ أقول لك ما عادش لا ناخذه لا فلفل لا طماطم لا بطاطا لا خبز لا حتى شيء، يعني حتى الغلة ما عادش دايرين بها. أقرب حل هو نمشي ونقصوا من قوت المواطن؟ لا علاش نقل حصل برا، نجيب للواحد لي زانفستيسمون من برا، هذاك الحل الوحيد، فهمتي؟ بلاش انفستيسمون البلاد ماهيش باش تقف، ماهيش باش تقف. وكان شكون يجي؟ يجيش شكون يمسها بعصا سحري مثلا يقوم لها، ما تقوم لهاش قائمه البلاد. يا نكبسوا على برشا امور ونجيبوا الاستثمار من برا الاجنبي اللي هو هرب للمروك توا وهرب لبرشا بلدان اخرين، يا باش نقعدوا هكاك وعمال راه عمال باش نولي نفك لك وتفك لي. ماشي توا قريب باش تولي نفك لك بالسيف وتفك لي بالسيف، فهمتي؟ وهذيك وقت سي كاتاستروفيك، ما عادش نجم نخرجوا منها بكل. الحل لازم رئيس الجمهوريه يحكم، هاو تحب الصحيح، رئيس الجمهوريه لازمو يحكم، وكي يتكلم هو ما يتكلم مع احد، هكاك نوصل. يجيبوا ناس كومبيتون، فما علاش لا؟ وحاجه اخرى اللي في البلاد اللي ماشي، احنا نجي نحطوه وزير ما يعمل شيء، من بعد يخرج لبرا، أو الراجل الاقتصاد فلاني أو الأستاذ الفلاني أو المقرر في الجامعة يولي يعطي في حلول. أنت ما كنت سد وزير، على ما صلحتش البلاد؟ ما صلح البلاد كي كنت وزير. الوضعية الحالية اللي تمر بها البلاد نجموا نخموا في استثمار مسيو؟ نجم، كان عندنا حسنية وعندنا واحد نجم، نجم كل شيء نجم. التونسي ما فماش كيفه في العالم، راه كي يخدم مخه يخرج لك من ملي التراب يرد ذهب. اما اعطيه الفرصه وتبدا النيه صادقه. في عندنا الاف المليارات عند ناس ماهمش حابين يدفعوا ضرائب، ماهمش حابين يدفعوا الاداءات، مش حابين يدفعوا شيء. هذاك اش قلنا احنا؟ هذاك اش قلنا؟ يا اخي ما سمعتوش السيد قيس سعيد شو يقول؟ هذاك سلاح البلاد. عليه واحد فرض واحد سنه. يا ودي اللي يستحق يدخل الحبس يدخل الحبس. ولا ما يستحقش ما يستحقش، واحنا لا، احنا ذوك ما نجموش نمسوهم جمله.